الجيزة من المحافظات المختلفة عن بقية محافظات مصر. محافظة الجيزة أكتر محافظة فيها مناطق عشوائية، أكتر مناطق تعاني من فساد المحليات، فيها مدن حضرية وفيها مدن ريفية وفيها مدن تحت خط الفقر. يمكن أنا الدائرة بتاعتي فيها جميع الحالات اللي أنا بقول لك عليها. يمكن أي محافظ بيجي أو أي مسؤول بيجي لمحافظة الجيزة، مش أي مسؤول بيمسكوه محافظة الجيزة، محافظة الجيزة من أكتر المحافظات اللي موجودة في مصر من ناحية العشوائيات. يمكن موروث فساد المحليات ظهر في محافظة الجيزة، أكتر محافظة ظهر فيها موروث فساد المحليات، انتشار الكمامة، انتشار التكاتك، انتشار الجريمة، انتشار انبهداء المخالف. حتى في الفترات الأخيرة كان في مباني كانت مهددة بالانهيار، تمام، نتيجة لفساد المحليات. أسباب فساد المحليات حاجات كتيرة جدا. سبب رئيسي لفساد المحليات هو أعطاء الدولة قدر كبير جدا للأجهزة المحلية تقسيس وتوزيع موارد الدولة مما يفتح الفساد الحكومي في هذا القطاع. في أهم أسباب برضه انتشار فساد يعود إلى سلوكيات غير منضبطة من الموظفين والمواطنين، سواء في مشكلة البناء المخالف، عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين المواطن والمسؤول. والمسؤول يمكن بيدخل منه الموظف وبيدخل منه وبيطلع أساليب أو مماطلات يخلي المواطن اللي هو يضطر اللي هو يدفع رشوة عشان يخليه يبني بناء مخالف. يمكن في واقع جات واحد باني رخصة 6 أدوار وعايز يعلي 4 أدوار، مرخص العمارة، فدخل كهرباء ل6 أدوار، فعايز رفع 4 أدوار تاني، فقال له لا، انت لو كل البناء مخالف عشوائي ادخلك الكهرباء في ال11 دور، لكن انت باني مرخص 6 أدوار. فاصبح ان البني ادم او الشخص المواطن اللي بيسلك بالطرق المشروعه بيلاقي عائق كبير جدا. في سبيل ذلك المواطن اللي هو بيبني عشوائي او بطريقه المخالفه للقانون عن طريق رشاوي مع موظف المحليات، بيلاقي الطريق سالك معاه، فطبيعي جدا المواطن هيسلك الطريق دوت.